احنا هنا النهارده في مسرح جمعيه الشبان المسلمين بنعمل حفل تأبين لشهداء الوطن، شهداء اللي وقعوا في حادثه الفرافره. الحقيقه احنا كنا بنرتب للاحتفاليه دي لاحياء ذكرى شهداء رفح، مذبحه رفح الاولى والثانيه، عشان نفكر الناس باولادنا الشهداء اللي راحوا ضحيه الغدر والارهاب، عشان يدافعوا عننا، عشان يضحوا بارواحهم، عشان يدافعوا عننا وعن بلدنا. فوجئنا بالحادث الارهابي الاليم اللي حصل في الفرافره، فقررنا ان احنا نحوله لعزاء شعبي، نستقبل عزاء الشهداء. لقد راينا الجماعات الارهابيه تباشر اعمالها الاجراميه من قتل للجنود الابرياء اثناء تاتيتهم للواجب الوطني. احنا بنوجه رسالتين من هنا الحقيقه. رساله للشعب بنقول لهم يا جماعه ان العمليات الارهابيه الممنهجه اللي بتقام ضد قواتنا المسلحه هدفها ترويع المواطنين، هدفها ان هم يعطلونا، هدفها ان هم يحسسونا ان مفيش امن، مفيش استقرار امني في البلد. الحوادث دي بتزودنا ايمان واصرار على اننا نكمل طريقنا. احنا هنفضل موقفين كلنا حوالين قواتنا المسلحه، هندعمها باقصى ما يمكن، هنفضل موجودين ورا الحكومه ورا البلد لغايه لما تبقى مصر قد الدنيا، وان شاء الله هتبقى قد الدنيا.